اجي نسولك، واش عمرك شي نهار سولتي اشنو كتعني الداوي؟ شكون هما الداوى؟ علاش كيلبسو حوايج مقطعين وتياكلو مع القطط والكلاب؟ واش هما غير حماق ومهابيل بلاصتهم مستشفى الامراض العقليه؟ او لا القضيه فيها شي تفلسف، ولا دايرين هبل تربح باش يضربو شي بلانات هما اللي عارفينها؟ تبع هاد الفيديو التالتالي باش تواقد. وصلوا هذا الفيديو ل 2000 جيم باش ندير الجزء الثاني منه. المهم نكمله. كاين بزاف ديال المداخل يمكن لينا من خلالها نفهموا هذه الكلمه ديال الداوى. الا رجعنا مثلا لثقافتنا العربيه القديمه غادي نلقاو ان المرادف ديال هذه الكلمه اللي هي الداوي هو الصعلوك او الصعاليك، اللي كيروي عليهم تاريخ مجموعه من القصص الغريبه واللي مشهورين اكثر بالشعر الثائر ديالهم والمتمرد على المجتمع وعلى الاعراف. نقدروا نلقاو مثلا الشنفاره، الحطيئه، وعروه بن الورد، وتأبط شرة، وبزاف. ناخذ الشنفاره على سبيل المثال، اللي كان يرفض انطلاقا من حبه للحريه مراسم القبيله والطقوس والامور ديالها. بهذا الشيء كيرفض الكذب والنفاق، وكيفضل يسمي الحقائق بالاسماء ديالها. ما عندوش مشكل الى غضبات القبيله ديالو اللي كتمثل السلطه، لان الهم ديالو هو يكون اديب حر. لذلك شنفاره اختار واحد الوطن ديالو جديد وقال: اقيموا بني امي صدور نطيكم، فاني الى قوم سواكم لاميل. وبدات الجوله ديالو والرحله ديالو بتوقيت فلكي ملائم اللي هو الليل، وقال: فقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت لطيات مطايا وارحل. وفي الارض منأى للكريم عن الاذى، وفيها لمن خاف القلى متعزل. لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. لكن اختار يعيش في مجتمع أشد توحش وصرامة. اختار الوحوش لأنها أقل ضرر من الإنسان، وأنها كذلك كتوما للأسرار، وقال: ولي دونكم أهلون سيد عملس، وأرقط زهلول وعرفاء جيئل. هم الرهط لا مستودع السر ذائع لديهم، ولا الجاني بما جر يخذل. والنهار فاش غادي يبغيو يقتلوه سولوه فين بغيتي ندفنوك، غادي يقول لهم: لا تقبروني إن قبري محرم عليكم، ولكن أبشري أم عامر. أم عامر هي أنثى الضبع، تيرمزوا ليها في الثقافة العربية هي أنثى الضبع. أبشري أم عامر يعني باش تبشر هاد أم عامر اللي هي الضبعة. أبشري يعني بشرت بأنها سوف تأكله. كان تيشوف أنهم ما غاديش يدفنوه، ولكن غيلوح الجثة ديالو للوحوش باش تاكلها. في الدولة الأموية والعباسية ظهرت مجموعة من الحركات اللي كانت رافضة ثقافة القاطع والانصياع للحكام والخضوع لأعراف المجتمع والعادات ديالهم. نقدروا نتكلموا هنايا على الإسماعيليين وعلى القرامطة. ولكن تتبعتي معايا غادي تلقى أن الهداوي في ثقافتنا هو هذاك الشخص اللي شعار حياته هو لا لعادات المجتمع، لا لسلطة الدولة، لا للخضوع والانصياع والذل. المشترك بيناتهم هو رفضهم لعقلية القاطع والتبعية العمياء. واش القضية كتوقف هنا؟ بلاتي عمي، مازال بزاف ما يتقال، وطلق ودنيك وذوق المعنى يا صاحبي. كلمة الداوى كترجع في الأصل ديالها إلى كلمة يونانية هيدونيزم. وهنا خاصك تحضي معايا القصة فين غادية. أجاب الداوى اللي هي كلمة بالدارجة كنطلقوها على منوالة، الكلمة ذات أصل يوناني هيدونيزم. هيدونيزم هي كلمة كتحيل على الداوى المتعة والبهجة والبحث عن مصادر الاستمتاع بالحياة في مقابل النزاعات الصوفية اللي كتعطي اهتمام بالنفس على حساب الجسد.
وكتعتبر أن مهمة الإنسان هي بقهر اللذات والشهوات وبكبتها. الهيدونيزم أو الهدوية كتعتبر أن الإنسان غادي يعيش حياته وحدة فقط، ما غاديش يولي يعيشها مرة أخرى، لذلك خصو يستمتع بها إلى أبعد حد. باش نفهموا هذه القضية أكثر خاصنا نرجعوا لأصول الثقافة اليونانية. الثقافة اليونانية تبنت على تمجيد مجموعة من الآلهة، من بينهم أبولون إله الحكمة والشعر والعقل، وديونيزوس إله الخمر والبضخ والجنون. في كتابه مولد التراجيديا في العصر الإغريقي تميز الفيلسوف الخطير فريدريك نيتش ما بين الفكر الأبولوني والفكر الديونيزوسي. الأول تقوم على تمجيد العقل والحكمة والإعلاء من مكانة النفس والروح والفكر، وكيعتبر أن الجسد مجرد وعاء غادي يتلاشى شي نهار ويأكله غير الدود، لكن الروح غادي تبقى خالدة وغادي تمشي لعالم الموت إلى دارت الخير، أو غادي تهبط للهاديس تماك غادي تتعذب وغادي تمسخ هاد المرة في جسد حمار أو كلب أو نسر. نيتش كيعتبر أن الثقافة اللي سائدة هي ثقافة أبولون اللي كتعطي قيمة للنفس مقابل تحقير الجسد. هذا الشيء اللي أكدته فلسفة أفلاطون وأرسطو ورسخته حتى الأديان السماوية خصوصا المسيحية والإسلام، وغادي يولي يتعزز أكثر ملي غادي يجي ديكارت في القرن 17 وغادي يعتبر أن النفس خالدة والجسد زائل وبأن جوهر الإنسان هو الفكر والعقل. أنا أفكر إذا أنا موجود. وفي المقابل الفكر الديونيزوسي كيتبنى على أنا أرغب إذا أنا موجود، جو فو دونك جو سوي. وهنا فين كاين الهداوي؟ الهداوي هو شخص كيعتبر أن كل حاجة وضعتها المدينة من قوانين وعادات وتقاليد وأعراف، أنظمة للحكم وأخلاق وقيم، الهدف منها هو كبح جموح الرغبة في الإنسان بحال شي طير شديتي وقصيتي ليه جناحه. وظيفة المدينة هي تحويل الإنسان الحر الراغب المقبل على الحياة إلى إنسان ضعيف خانع وخاضع لطاعة الوالدين والمجتمع والدين. في الكتاب الشهير ديالو هكذا تكلم زرادشت تحكي نيتش على شخص زرادشت اللي كان عايش في الغابة في راس الجبل، تفيق مع شروق الشمس وتنعس مع غروبها، تياكل من خيرة الأرض ويشرب من نهارها. زرادشت كان منسجم مع عاداته ومع الطبيعة ومع الحيوان، وهو سايح جايل واحد المرة وصل لباب المدينة لقى بنايات عالية، كل شي مفتون تيجري، هاللي كيخدم على ولاده، هاللي مضارب مع مراته، هاللي لفان على الفلوس، هاللي باغي يدير طوموبيل، هاللي باغي يبدل السكنة، كلها وفاش تالف. زرادشت بقى تقلب ولقى بأن بقدر ما كبرت المدينة وتطورت بقدر ما تصاغر الإنسان ولا ضعيف ومهموم وحاير. رسالة الهداوي وهذا المرة في شخص زرادشت هي أن الإنسان ما خصوش يكون ضعيف أو عبد خاضع وخانع. جبران خليل جبران كيقول خلق الناس عبيدا للذي يأبى الخضوع. ونيتش اللي كان كيسعى لتحرير الإنسان من جميع القيود المفروضة عليه كان ديما تيقول أنا أطبخ كل قدري في قدري. الهداوي هو شي واحد اللي ما كيتخباش وراء المكتب، ما تيبكيش على زارو. شعار الهداوي هو ينعل بو العالم، ما سوقو في حد وما سوق حد فيه، ما كاينش قانون كيحدد لباسه وما كاينش طقوس كترافق ماكلته. الهداوي هو شخص بحث عن ذاته ولقاها في وسط الطبيعه والهدوء. صاحبي الله يرضي عليك، من دابا للفوق ما تكونش بحالك بحال كلشي، كون بحالك بحال راسك، كون هداوي وردد معايا ينعل بول العالم، ينعل بول العالم، ينعل بول العالم.
وصلوا هذا الفيديو 3000 لايك باش ندوزوا للجزء الثاني. مع السلامه.